طيب خبر تاني بنقراه على لسان الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إن في بعض التكاتك هنرخصها. لا، نروح بقى للدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات محل التكاتك وناخد منه التفاصيل. مساء الفل دكتور طارق. مساء الخير محمد بيه، ومساء الخير على سيادتك والساده المشاهدين. ما هو القول الفصل في مسألة التكاتك؟ هل هيتم سحب ال 4 مليون توك توك وهنديهم 4 مليون سيارة فان؟ ده عمليا صعب ومستحيل يعني. بداية نقول إن هناك مبادرة رئاسية اللي طرحها فخامة رئيس الجمهورية منذ شهر يناير الماضي، والخاصة بإحلال السيارات المتقدمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي. وكان من نتائج هذه المبادرة إنه كان هناك تكلفات رئاسية بأن يتم توسيع قاعدة المشاركة بالنسبة للمواطنين وأنواع أخرى من المركبات، وبالفعل كان من ضمن هذه الأنواع هو التوك توك. وتم تشكيل لجنة في شهر مارس الماضي برئاسة السيدة وزيرة الصناعة. كان من مهام هذه اللجنة أن تضع الخطة أو آليات التنفيذ لهذا الأمر، بحيث أن يشارك التوك توك في مبادرة الإحلال. وفي شهر يونيو الماضي تم صدور بعض التوجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء للسادة الوزراء المعنيين بوضع آلية لهذا الأمر. من شأن هذه الآلية أولا أن يتم السير في اتجاهين أو مسارين. المسار الأول هو تقنين أوضاع التوك توك في الشارع المصري، بحيث يصبح مركبة نقل ركاب آمنة ولها صيغة قانونية وقواعد داخل وحدات المرور والوحدات المحلية، بحيث يتم منح هذه المركبة تراخيص لمالكها للسير في الشارع المصري واستخدامها. طب دكتور طارق هتوقف، انا الواد سحب توك توك وبسمع حضرتك، ابيع التوك توك واجهز قرشين عشان اشتري سياره ميني فان، ولا اروح ارخصه، ولا ابيعه ما اشتغلوش؟ يعني احنا زي ما بنقول ان التوك توك امر واقع في الشارع المصري كمركبه بتستخدم حاليا، ولكن بدون صبغه قانونيه. صحيح. بالتالي بنجد منه بعض المشاكل سواء في الشكل الحضاري او في سواء في السلوكيات التي نراها جميعا في الشارع المصري. وبالتالي دراسه امر تقنين وضع التوك توك ومنح تراخيص، هذا امر سيمنح مالك التوك توك الحق فيه بعد ذلك، ان هو اما ان يختار بمحض ارادته ان يستمر مركبه توك توك كما هي تستخدم في المسارات والاتجاهات التي ستحدد له من قبل الجهات المعنية، وبموجب ترخيص ممنوح له يسير بها آمنا، أو أن يختار أن يتم إحلاله داخل مبادرة الإحلال بسيارة أخرى تعمل بالغاز الطبيعي. ولكن لابد أن نقول ما هي السيارة المقترحة لإحلالها بديلة للتوك توك، وهذا هو المسار الثاني الذي يتم دراسته الآن من الجهات المعنية، وهو أن يتم منح السيارات الميني فان اللي زي ما سعادتك ذكرت اسمها في الشارع المصري التمنية، يتم منحها ترخيص نقل ركاب بحيث تستخدم كسيارة أجرة لنقل الركاب شأنها شأن الميكروباص أو التاكسي. وبالتالي في هذه الحالة إذا ما تمت الدراستين من حيث تقنين أوضاع التوك توك ومنح التراخيص اللازمة كمركبة، وأيضا تقنين أوضاع السيارات الميني فان ومنحها التراخيص كمركبة نقل ركاب آمنة وحضرية وتعمل بالغاز، فمن هنا سيتم دراسة أمر مشاركة التوك توك في مبادرة الإحلال وإحلاله بسيارة ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال.